على بركة الله مشاهدينا الكرام متابعينا الأفاضل، أعلنت انطلاقة شوط ما قبل الختام وهو شوطنا السادس عشر من مجموعة أشواطنا في هذا المساء. شوط يخص البكار مع سن الحقايق وهذه الثلاثة كيلو متر الحاضر أيضا في هذه الأمسية الجميلة بافتتاحية سباقنا المحل السابع. نتابع إثارة والأروع على ميدان الشحانية، ميدان التحدي لسباقات الهجن عبر النقل الحي والمباشر من قناة الريان الفضائية. نسير مع تحديات هذا الشوط بادئين بأول الأسماء الغزلانية على مقدمة هذا الشوط، العايدة ملكيتها الهجن تاجم الزبار وعبد الله بن علي بن حمد بن سلامة الهاجري. يتابع مسار التحدي مع الغزلانية اللي تنطلق بالمركز الأول، بينما نتابع اسم جديد بدأ يتدخل الظبي في هذه اللحظات، غيرت أمور الصدارة لسعاد الشيخ محمد بن فلاح بن جاسم بن جبر الثاني، متعب بن مخلد بن خالد الدلبح العتيبي يقدم الظبي في هذه اللحظات إلى مقدمة الشوط مباشرة، بينما نتابع ميمنة الميدان تحديات ظبية في هذه اللحظات من هجن تاجم الزبار مبارك بن محمد بن علي الجربوع المري ناخذ اللي في المركز الرابع. وفي المركز الرابع وصلت مزنة من هجن تاجم الزبار، وصل الشهواني ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني الذي قدم لنا له في الشوط الماضي وأرصد أولجات. وصلت أولجات في هذه اللحظات من هجن تاجم الزبار مبارك بن محمد بن علي الجربوع المري، خطيرة على مسار وتحديات هذا الشوط. هذه النتيجة مع أول ندى في هذا التحدي، ولكن عودة إلى الظبي على مقدمة الشوط، عودة إلى الظبي المنطلقة بالمركز الأول بتحديات مميزة وبانطلاق رائع على مقدمة هذا الشوط. تعود ملكيتها لسعادة الشيخ محمد بن فلاح بن جاسم بن جبر الثاني، متعب بن مخلد بن خالد الدلبح العتيبي يقدم لنا تحدياته مع الظبي في هذا المساء. ولكن مزنع المركز الثاني من هجني تاجم الزبار ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني على المركز الثاني، والمركز الثالث تابع ورصد الوصول من مثايل. وصلت مثايل من هجني تاجم الزبار جابر بن علي بن جابر آل نجم المري والغزلانية على المركز الرابع، من هجني تاجم الزبار يضمنها عبد الله بن علي بن حمد بن سلامة الهاجري. وصلت هناك على المركز الخامس بدأت تغير التماس لسعادة الشيخ مشعل بن عبد الله بن عبد الرحمن الثاني، ويضمرها هادي بن جار الله بن علي بن جار الله. هذه النتيجة مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام على مسار وتحديات هذا الشوط، ولكن مزنة 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 هنا تفتتح أجواء الكيلو متر الأخير. هذه مزنة مشاهدين الأعزاء التي تقود هذا الشوط، هذه مزنة التي تنطلق في هذا المساء بشعار هجري تاجم الزبار، منطلقة بالمركز الأول ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني على مقدمة الشوط. المركز الثاني مثايل هجري تاجم الزبار جابر بن علي بن جابر آل نجم البري. وفي المركز الثالث اتحركت الغزلانية، اتحركت من هجن تاجم الزبار وصل بن سلامة بتحدياته الجميلة. وفي المركز الرابع وصول من التماس لسعادة الشيخ مشعل بن عبد الله بن عبد الرحمن الثاني وهادي بن جار الله بن علي بن جار الله، ورصد الوصول الآخر وطن وصلت على أرض الوطن الغالي من هجن تاجم الزبار فاران بن محمد بن حمد بن قريع المري. هذه النتيجة خماسية مشاهدين الأعزاء، ماسية ذهبية منطلقة مع الأمتار النهائية بقيادة مزنة. مزنة 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 في مقدمة الشوط، مزنة في مقدمة التحدي مع الشهواني من هجن تاجم الزبار. يلا يا الشهواني ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني الغزلانية على المركز الثاني، ولكن تدخل وتحدي من وطن 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 وطن. الله يا وطن غيرت الأمور مع الأمتار النهائية على أرض الوطن وطن وعلى ميدان الشحانية وطن. وفي هذا المساء وطن من هجني تاجم الزبار، تهانينا لفاران بن محمد بن حمد بن قريع المري على فوز وطن بالمركز الأول في شوطنا ما قبل شوط الختام في هذا المساء. المركز الثاني وصلت مزنة من هجني تاجم الزبار ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني الهاجري، والمركز الثالث المركز الثالث الغزلانية من هجني تاج أم الزبار وعبد الله بن علي بن سلام الهاجري، والمركز الرابع المركز الرابع مثائل من هجني تاجم الزبار جابر بن علي بن جابر آل نجم المري، والمركز الخامس وصول من التماس من لسعادة الشيخ مشعل بن عبد الله بن عبد الرحمن
آل عبد الرحمن الهاني وهادي بن جار الله بن علي بن جار الله في عملية التضمير. لحظة الإعادة مشاهدينا الكرام، وطن التي خطفت ناموس هذا الشوط وحققت الانتصار بتحديات مميزة مع الأمتار النهائية. ملخص الإعادة أيضا، وهذه وصول وطن معلنة الفوز وناموس هذا الشوط. 4:30 و75 جزء من الثانية هو توقيتها الزمني. تهانينا والناموس لهجن تاجم الزبار وليفاران بن محمد بن حمد بن قريع المري. المركز الثاني وصلت مزنة، وتوقيت مزنة 4:31 27 جزء من الثانية. تهانينا لهجن تاجم الزبار والتهنئة وصول لناصر بن حمد بن مسفر الشهواني. المركز الثالث وصلت الغزلانية، توقيت 4:31 59 جزء من الثانية. تهانينا لهجن تاجم الزبار والتهنئة وصول لعبد الله بن علي بن سلامة الهاجري.